أعلنت اللجنة العليا للتفويض الشعبي أن عدد المفوضين من أبناء الشعب الليبي للمؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر لتولي شؤون البلاد بلغ 1,291,430 مفوضا على مستوى ليبيا. وقالت اللجنة العليا للتفويض الشعبي إن عدد المدن والقرى والبلديات المشاركة في التفويض وصل عددها 233 منطقة. وأوضحت اللجنة بأن عدد البيانات المؤيدة لحركة التفويض الشعبي للقبائل والمناطق ومؤسسات المجتمع المدني وصل إلى 212 بياناً.